السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إلى تمعنا وتفكرنا في هذه الآية الكريمة كيتبين لنا أن شهر رمضان خاص بالقرآن، بقراءته، بحفظه، وبالعمل بآياته والوقوف عند حدوده. والغرض من هذا الشيء كامل هو لعلكم تتقون، يعني لعل هذا القرآن الكريم وهذا الصيام يساعدنا على تقوى الله عز وجل، على اجتناب نواهيه وعلى القيام بما أمرنا به تعالى. ولكن كيبقى سؤال مطروح، هو أن بزاف فينا كنبغيو نختموا القرآن وكنبغيو نقراو شحال من مرة في رمضان، ولكن كيبان لينا عدد صفحات كثيرة، كنقول ما يمكنش نقرا القرآن كامل في شهر واحد، ولكن راه كاين بزاف ديال الطرق اللي نقدروا أننا نستعينوا بها. فبقاو معايا باش نشوفوا هاد الطرق. طرق ختم القرآن الكريم هو أنك تقرا جوج ديال الأحزاب في النهار. شهر رمضان في 30 يوم، يعني إلا قريتي جوج ديال الأحزاب في النهار كل يوم، يعني جوج في 30 هي 60 حزب. بهذه الطريقة غتكمل القرآن الكريم بسهولة، غير خاصك تخصص ليه واحد الوقت. مثلا نعطيكم واحد الفكرة، أنكم تقرأوا بالقرآن الكريم بصلاة التراويح، غتكونوا كتصليو غتهزوا معكم المصحف وغتبداو تقرأوا. إلا قريتوا تومن في كل ركعة، حنا كنعرفوا أن التراويح كاين اللي كيصلي 8 ركعات، كاين اللي كيصلي 10 ركعات، إلا قريتوا تومن في الركعة فانتوما غادي تصليو التراويح بحزب، غادي يبقى لكم حزب واحد فقط غتقراو خلال اليوم ولا غتقراو بعد صلاة الفجر، وبالتالي مبروك عليكم الختمة ديال القرآن. ثانيا، كاين الناس اللي عندهم الوقت في رمضان، يعني خصوصا دابا مع الحجر الصحي اللي عنده الوقت، وقته كيضيع غير في وسائل التواصل الاجتماعي. هاد الناس كنقترح عليهم انهم يديروا ختمتين الى ثلاث ختمات. الا كنتو غادي ديروا جوج ديال الختمات خاصكم تقراو ربعات الاحزاب في النهار. تقدروا كما قلت لكم في الطريقه الاولى انكم تقراو حزب في التراويح وثلاث احزاب تقسموها على باقي اليوم، وإلا كنتو غادي ديروا ثلاثه ديال الختمات فانتوما غادي تقراو سته الاحزاب في النهار، يعني هذه ديال ثلاث الختمات خص يكون عندك الوقت باش انك تقدر تختم القران ثلاث مرات في رمضان. واحد الملاحظه مهمه، نقدروا مع الختمه ديالنا القران نقدروا نكتفيو غير بختمه واحده، لان القران خاصنا نقراوه ونفهموه ونتدبروا في الايات القرانيه. يعني الى عندك كتاب ديال التفسير تقدر انك تقرا واحد الختمه في القران الكريم وواحد الختمه في كتاب ديال التفسير، يعني تقرا وتفسر كل ايه قريتيها، تحاول انك تفهمها، تعرف سبب النزول ديالها. فهادشي كامل كيساعدنا على اننا نفهموا القران الكريم واننا نحققوا الغايه من شهر رمضان وهي تقوى الله عز وجل.